السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، تلاقوا تكونوا بخير وعلى خير. انا بديت معاكم فيديو من هنايا. راه هنايا كنت طيبت واحد الحسوه البارح وشاط ليا وما بغيتش ندلوحها كامله، يا ربي تسمح لي لانها كتزيد. قلت غادي نديرها في هذه الكاسرونه ونخشيها في الثلاجه، تاع زعما تبغى اسرع وتولي تاخذها. وهنايا الروينه في لابابور عامر بالمعوني، كنت نسبق بعدها غادي نحيدها نخشيها في الثلاجه. وهنا راني كنهزها بهاد المغرف هذا، كنديرها في لابابو. انتوما انا نبدا معاكم، خصني نزقي هو دنيا زقي معانا. كنديرها في الكاسترونه باش نديرها في الثلاجه. صافي هذا ما كان البنات، اليوم غادي ان شاء الله ندير هذا في الكاسرونه نخشيها في الثلاجه ونبدا نغسل الماء عنهما اللي نحيدهم عليا. شكون بحال البنات كتسبك الكوزينه هي، لان الكوزينه كيكون فيها الروينه اكثر من البيت. البيت راه تجي في دقيقه تجمعي. صافي هنا جمعت، المهم كنشوف شحال عمرت الكاسرونة. داك الشيء شطر البنات لتحت كله محروق لان هاد الكوكوط كتحرك. مشيت درتها في الثلاجه البنات هنا وجيت باش نكمل الشقه ديالي باش نغسل المعينات وكل شيء. هنا راه ملي ما كنتش واقفه كيكون الظلام، لا حطو انا كنت واقفه، لا كنت واقفه ما كيكونش الظلام، لا كنت مشيت لنقضيها وكان مشيت للثلاجه ولا شي حاجه كيرجع داك الظلام، لانني انا اللي كنغطي بحال هكا على المواعن باش ما يجيش داك الظلام وداك الشيء. ايوا البنات حنا كنقضيو باللي كان وكنعديو باللي كان، الحمد لله على كل حال. واحد واخا تغسل فيه العظيم دايما يحمد الله ويشكر على كل شيء. هنا راه كنغسل في المواعنات ودايما انا سبحان الله العظيم نفس المواعن هما اللي كنستعمل، لانهم كيكونوا هما اللي عندي. كان واحد البنت قالت لي دايما كتستعمل نفس المواعن، حد نفس المواعن هما اللي كنجبد صراحه. نفس المواعن اللي كنشقى بهم هما اللي كنشقى بهم غدا، نفس اي حاجه. الطاجين حتى هو كنستعمل وكنت كنستعملها، داكشي كنستعملوه بزاف بزاف. ايوا صافي هذا ما كان البنات. المهم نتمنى فيديو يعجبكم ديال اليوم. راني لبست لكم ديك البيجامه اللي كتعجبكم اللي مستوره لكم، عارفين ما عندي بشان شي بيجامه البنات اللي تكون كبيره وعاليه كبيره وعريضه. وهذه الحمد لله كنرتاح فيها، انا الصراحه كنرتاح فيها. هنا غندير شويه جافيل المهم نبدا نغسل المواعنات ديالي وكل شيء. وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو البنات. الصراحه بعض المرات المونتاج كيديرها بيا، بعض المرات شي لقطه اللي كتكون هي الاولى كترجع هي الاولى، شي لقطه اللي كتكون هي الاخرى كترجع هي الاولى، اللي كتكون هي الاولى كترجع هي الاخرى. بعض المرات ديما كيوقع لي بحال هكا. المهم دابا باش ان شاء الله نغسل المواعنات وغادي الفطور الصراحه ديال الفطور. ودائما انا واخا كنغسل المواعن البنات كيبقاو ليا في الطبله الكيسان البراد داكشي ضروري كيبقى ليا ما باقي في الطبله. دايما انا غاسله نص ونص راه فوق الطبله. دابا راه هنا غنغسل هادشي غادي نمشي للبيت نبغي نجمعو غنلقى فيه ثاني مويعنات ونلقى فيه الروينه ونلقى فيه شحال من حاجه. هاي ناش غادير الصبر وصافي. وشكرا بزاف البنات اللي ولاو كيصيفطوا ليا وكيهضروا معايا وكيتواصلوا معايا كيشجعوني كيتفرجوا لي في الفيديوهات ديالي كاملين. وراه ما غاديش نطمع انني بالزربه اللي يطلع ليا المشاهده، خاصني نصبر حتى انايا ونخدم على القناه ديالي ونصبر. وراه ان شاء الله شي نهار سنه تطلع ليا قناتي ولا نلوح فيديو يتشاف ليا بالزربه. قال كتاب البهر كيتخربوا الدنجل ما عندناش غنزربوا. الحمد لله ندمر على راسي ونتحارب على هذه القناه ان شاء الله تطلع ان شاء الله باذن الله. وراكم عزيز وراكم في القلب وراكم غاليين عليا وربي اللي عالم. وشكرا لكم بزاف البنات. وهنا راني كنغسل في الجبيبينيات البارح درت شويه الحسوه وداك الشيء كنغسل في الجبيبينيات. ما كنغسلش الماء عند الليل لاني كنكون عيانه يا البنات. كتوصل عندي واحد الوقت ديك 10 الليل ولا 11 صافي الدنيا كتولي وحده اخرى، كنولي مقلوبه بحال شنو واقيلا البنات. والله الا كنولي مقلوبه 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 تخيل بعد ما تلقى تليفوني الصباح خدام. او اش هاد الشيء؟ كنكون كنتفرج شي فيلم لان ما كنلقى ما ندير، راكم عارفين اللي كاين. صافي كنبقى نتفرج شي فيلم بحال هكا ولا كنتبع شي فيلم غير بس زعما ما نملش. صافي هذا ما كان هو الروتين ديال الصباح البنت، روتين محترم وسانك سانك. المواعنات هما اللي كنغسلهم هما اللي كنغسلو غدا ما عندنا ما نديرو. وجيت بعدا جمعت اليوم شويه البيت حيت الطبلات داكشي شطبت برا شللت واحد الحوايج ديال جافي ديال البارح ما شاركتش معكم فيديو. شللت واحد الحوايج حتى هما كانوا ديال جافي ونشفتهم في الماكينه ونشرتهم في الحبل. ورجعت ثاني كنقضي هنا غارات شويه طيبت اليوم الغدا درت شويه الكرعين. الصراحه جاو زوينين البنات ما شهيتكم فيهم وبالحمص داكشي جا زوين. ونبقى حتى الاخر ديال الفيديو راه غيعجبكم فيديو البنات. والصوت راني كنغوت على جهدي لانني كنت كنغوت واحد الايامات كيقولوني كتغوتي بالجهد داكشي فاش كنقص صوتي ولاني ما بقيتوش كتسمعوني لا هما نبقى نغوت. احسن حاجه هو الواحد يغوت ويسمع صوته مزيان. وصافي هذا ما كان البنات. وقلت لكم انا في هذه الايامات كنطيح طيحه وحده صافي كنطيح ما كنعاودش نوض وكننعس البنات. ما عرفتش كيوقع لي كننعس
يا ربي السلامة. والله كان عسل الناس بعد المرات وما عرفت شو كنحس بحال شي واحد كيصلفقني من ظهري من وجهي، ما فهمتش شنو هو السبب. ورا كنت قلت لكم جبد الراقي داك الشيء، واه باقي داك الشيء هو هو. كان لا رشيت الملحه بلي راني نعس، ما رشيتش الملحه راني ما كنعس، راه كنبقى نتصرفق. حتى كنوض نجري نجيب، حتى كنوض نجيب الملحه ولا شي حاجه ونبقى سهرانه، لاني ما نعس صافي نعس كيبقى يضرب فيا. راكم عارفين اللي كاين البنات. ايوا ما عندي ما ندير، دايما 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 تصرفيق ما عندنا ما نديرو. البنات هذا ما كان. ايوا البنات المهم يعجبكم الفيديو اليوم، ما تنساوش انكم تبارطاجيوه، وما تنساوش البنات لي لايك لي لايك لي لايك لي كومونتير. وشكرا لكم في القلب، وراكم عزاز وغاليين. وقبلوا لي على المعاناة دياولي، وقبلوا لي انتم تشوفوها. انا المعاناة اللي عندي راه كنشاركهم معاكم البنات. وهذيك الجلدة البنات اللي كتشوفوا في الطاجين راه كنت خسرات ليا الصقعة دارتها بيا. حكولي كنقول اليوم ما سميتو، حكولي كنقول اليوم الكوكوت ماشي هي ديك، هي راه الجلدة خسرات ليها وانا ما جايبه للدنيا. خبار كوكوت خسرات لي ليها الجلدة، وكتبقى تنفس 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 وما طاب داك الحمص البنات غير بزز. عب عب يا ربي يا ربي يا ربي، كل ساعة نقلب كل ساعة نقلب. ايوا البنات هانتوما كما كتشوفوا، بقى لي والو الصراحة في لابابو. دابا هاد الوسخ ما عرفتش منين كيجيني، انا ما كنبغيش يكون لي لابابو فيه الوسخ وما عرفتش منين كيجيني. وهنا البنات واش انتم بحالي؟ انا راه نشقى وحدي يا بنتي، نشقى وحدي يا بنتي، وحدي يا بنتي ونشقى. انا راه ما عرفتش شكون اللي ضربها ضربها. وبارك فيك اللي كنقول لهم ما تضربوهاش ما تضربوش اسراء، بارك كان كيعطيوها في العصا مسكينه وهي سايفه. واش حيلتك تشقايض في الدار ولا تخرجي لبرا ولا ما كنعرف اش ندير؟ صافي كنخليها تبقى تبكي ونشكل كمل الشقايه، وكنكون مخدمه الكاميرا التليفون. هو المشكله هي البنات، حتى كنخدم التليفون علاش كيجي تبكي وتشكى ماما دوي مع هادي ومع هذا ومع هادي. صافي كنخليها تبقى داوي. انا راه كنتاكد من الموست واش من الموست، ما تضحكوش عليا كنخشى راسي كامل انني ما كنشوفش. اش غنقول لكم راني عميت صافي، هادشي مشاو لي عويناتي ما حد وليت نخشي الموس حدايا وخاشيه راسي فيه. ايوا صافي ما بقى لي والو. هذيك خوات من التيد غسلتها من التيد، لان صافي خوات هي كانت ديال اوني، شريت فيها داك اوني كدير الطاسه 5 دراهم، والصراحه كترغوية البنات ما نعاودش لكم زوينه. ولكن صافي دابا خوات راه غسلها، وبقى لي فيها شي، بقى نشري التيد هكا درهم ديال التيد نولي نديرها فيها. او صح زوينه بحال هكا صغيره ومطيوره، هي اللي غتبقى عندي ان شاء الله. هنا البنات راه لابابو صغير، كنغسلها بشويه بشويه. هاد الجلده ان شاء الله حتى هي غنغسلها. الطاجين تا هو غنخوي من داكشي اللي فيه وغادي نغسلو، ونغسل داك القريعه المعمره هي اللي بقات عندي. تخيلوا كاع القراعي اللي كانوا عندي لحتهم كلهم كلهم، عطيت لك الفريغو صغير وانا اللحوم كاين، قلت خلي قريعه وحده بارك علينا مان على هاد الحاله كامله، درت غير قريعه وحده. ايوا صافي هذا ما كانوا البنات. ان شاء الله غير تطلع لي قناتي وانا تولي عندي المشاهده شويه لا باس بها، وان شاء الله راه غادي ندعمكم كامل. دابا نتوما دعموني ان شاء الله، دعموني باش طالع يبدا القناه باش المشاهده، لان المشاهده عندي ضعيفه ما كايناش كاع، ماشي ضعيفه المشاهده ما كايناش عندي كاع. المهم البنات ان شاء الله دعمتوني، والله العظيم غير تطلع لي قناتي والله ما نشد منكم حتى حاجه، ماشي غنافقكم ونقول لكم لا كما كيديروا شي وحدين وفي الاخر ثاني نرجع نقول لكم هذا. بالعكس والله ما نشد منكم البنات حتى شي حاجه، وما نديرش منكم، لانني كيما تكونوا حتى انتوما محتاجين كنت انا دست من ديك المرحله ودست من نفس المرحله. وداكشي اللي دابا كي اللي اي وحده تقول لك كتقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي انا يا ربي يا ربي انا طلع لي قناتي. هنا اسراء قالت لي كبي لي داك المقرش فيه الماء، كانت كتلعب برا قالت كبي لي داك الماء في الطاسه باش كتلعب به. صافي البنات هذا ما صافي هذا ما كان البنات. ونغسل هاد القريعه هادي نعمرها بالماء. ايوا هذا ما كان البنات، ونشل ان شاء الله هاد القريعه نعمرها بالماء ونوصلها الطاجين. صافي هذا ما كان، وغنمشي للبيت ان شاء الله نجمعو نجمع البيت ونطيب الغدا. وبقاو معايا البنات حتى لخرت الفيديو، راه غيعجبكم بزاف بزاف وراكم في القلب. خليتها واحد اليوتيوبر راكم في القلب كضحكني ايوا راكم في القلب وراكم عزاز وغاليين. انا بعد ما بقيتش كنبغي نزرب الفيديوهات، لان بعد ما كنكون ندير الفيديوهات قصار ما كنزربهم في البلاصه كيسالي الفيديو. لا هما خلي الفيديو على طبيعته، هو ما طويلش وصافي ونشقى على خاطري. عرفتي الحراق هاد الطاجين تا هو زاد الهم ديال الكوكوط كيحرق بزاف والو، كيوك دير لي داك الحليب وداك الشيء زعما راه دقه بطله والو. والله الا كي
ما كيدير حتى حاجه والله. عرفتي كنفكر الناس ان شاء الله نصبغ هاد البلاصه، هاد البلاصه ديال الكوزينه نصبغها ان شاء الله يرزقنا نصبغها. عرفتي كيف داك الشيء مظلم، بغيت الدنيا تولي ليا مفتوحه، داك الشيء يولي باين. عرفتي الدنيا مظلمه من التليفون كتبان لي الدنيا مظلمه، الدنيا مظلمه مع عشان ندير الصبر وصافي. المهم البنات كما قلت لكم راكم عزاز وغاليين، واللي عندها شي حاجه كتحلم بها الله يحققها لها يا ربي. وما تنسوش انكم تدعموني البنات، انا كنطلبكم باش تدعموني باش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي الله يجازيكم بخير، باش ان شاء الله تطلع ليا انا القناه ديالي. يعني انا مثلا كنحلم بشحال من حاجه وعندي شحال من طموح ان شاء الله نقدر نحققه، انا ماشي كنقول لكم اكيده، علاش لا ندير جهدي والكمال على الله وصافي. هنا البنات كل مره كنسى حاجه كيخصني نغسل حاجه، لان لابابو كبير مكنش تغسلي كل شيء في دقه واحده، كل مره كتغسلي حاجه لان لابابو صغير يخصك تاخدي راحتك. البنات كنهضر معاكم ودارني صبعي بعد كنتألم. صافي هذا ما كان البنات، ايوا نغسل ان شاء الله الكوكوط هذه باش ان شاء الله نطيب فيها الغدا. وكاين البنات واحد القضيه طلعت لي الدم، الكوكوط خاسره تحلت ليها الجلده وقلنا ما كاين، بس البوطه حتى هي راه عامره والو كتبقى مشعوله بشويه، عشان النفس ديالها ميته وعشان الغدا ما طاب حتى اين وقت. صافي طلع لي الدم، قلت نادي عمري زعما ندير شي حاجه ونزرب تاني بحالي بحال الناس، دايما معطله انا في الشقه دايما معطله في كل شيء. واش غندير الصبر وصافي ما عندنا ما نديرو، هذه هي الحياه وهذه هي سنه الحياه، خاصك تعيشي اي حاجه تتاقلمي معاها وتصبري معاها. والحمد لله على كل حال البنات ما عندنا ما نديرو. انا غسلت الكوكوط صيلي، بقات لي الكوكوط وداك الغراف حتى هو نحكو، وما عرفت الكيسان ما عقلتش واش جبتهم ولا مازال، المهم ما شديوش عليا صافي. وغادي نحط الماعين تيسقطرو في الشبيكه صافي. هذا ما كان البنات غنهز واقيلا الصينيه هنا البنات، واخا تشوفوا الصينيه دابا جبتها واحد في دقيقه عاوتاني غنعمرها وغنديها ثاني، وغادي ثاني فوق الطبله غتلقاو الروينه عاوتاني بحال ما جمعت، لان اللي عنده الدراري عمرو يحلم انه يجمع ولا شي حاجه، والو الروينه كتبقى هي هي. ايوا صافي هذا ما كان البنات، المهم غسلت المواعيات هنايا، غسلت البراد ما غسلتوش لانه عامر باتاي، كنعاود ثاني نحط البراد، كنعاود نحط ثاني البراد بكل شيء ديالو فوق الطبله وصافي. غنغسلها السنية هي اللي بقات ليا. ايوا هذا ما كان البنات، راه ما كنبغيش ندير الموسيقى في الفيديوهات ديالي لاني خايفه انني تكون كوبيرايت ولا شي حاجه ونتحاسب عليهم ونصدق ضايعه في كل شيء. تقدر فيديو واحد دير فيه الاغنيه تصدق ضايعه في فيديوهات كاملين، وداك الشيء نتجنبه احسن ليا، ما عندي ما ندير داك الصداع. نهضر معاكم ونتحتج معاكم احسن حاجه، هضر شي طبيعيه ونهضر معاكم ورا والوقت غادا. كما قلت لكم البنات صافي هادشي اللي بقى ليا، كان لمسات الاخيره كنحيد المواعنات، داكشي اللي بقى ليا الصينيه هي كنهودها لتحت. الكوكو تغسلت، هذاك البراد باقي فيه اتي ما غنغسلوش، غادي نغسل داك لابابو مزيان وصافي. غادي ان شاء الله نبدا نطيب في الغدا، لا غنمشي نجمع البيت هو الاول، ما بقيتش عقلت واش طيب في الغدا ولا جمعت البيت، لان بعد ما كنخلي البيت هو الاخر حيت الروينه كنبغيها تبقى تم، ما كنبغيش الا بقيت في البيت راه مشى الحل، لان هذا الوقت ديال كانت واحد 10 ولا 11 لا هما نمشي الكوزينه هي اللي كيكون فيها تماره، ولا انا كنقول الكوزينه هي السهله، بالعكس الكوزينه هي اللي صعيبه، لانك كطيبي فيها تعجني فيها ديري فيها كل شيء كتاخذ الوقت. اما البيت راه تقدري توقفيه في دقيقه 5 دقائق تجمعي البيت ترجعي تشعل تشطبي وتنقي وتمسحي اي بلاصه، تمسحي المرايات كدا، هادي اللي عندك شي دار تكون زوينه ولا شي حاجه. ملي كانت عندك بحال هكا حتى هكا راه كتقول العذاب، راه كنقول لك انت راه عندك غير بيت اش نوع. بالعكس البيت اللي كتكون فيه الروبيج ديال بصح والروينه ديال بصح كتحيري فيه، اما الدار راه كتكوني جامعاها في واحد النهار كدير لها نهار، هذه الجميع كتبقى مجموعه كتولي دير لها هذيك الروتوش من فوقها كتنقيها بحال هكا. اما الا كانت عندك الدار اختي كبير بويت ويلي ويلي، هنا اسراء مسكينه كتبقى تشوف الكاميرا مسكينه. ايوا واش غندير الصبر وصافي. دابا هنا راني كنغسل في الجنه ديال لابابو، ما كنبغيش نخلي لابابو موسخ، كنبغي نغسلو مزيان، هذه فيا قاعده. قول لي راه كاع حنا كنغسلو لابابو ماشي غير انت. صافي البنات هنا راه نقيت لابابو مزيان، ديك القرعه غنديها للثلاجه وصافي. هذا ما كان، وغادي الكوكو ديالي تاهي خصني نغسلها. هنا راه اسراء كتجي، وكما قلت لكم البنات هنا راني جيت نجمع الروينه، ساليت الكوزينه جيت نجمع الروينه، ما شدوش على هاد الشتا داك السداري راه باغا نلوحو، لانه حالته اصلا خايب. النهار اللي جبتو اصلا كان بحال هكاك، هو ماشي تقولو موسخ ولا، هما اصلا بحال هكاك دايرين، لان واحد المره كانت بغات تلوحهم وقلت لها بلا ما تلوحيهم عطيهم ليا،
المهم هكذا ما كان البنات والصراحة ما جبتهم تقبلوا عليا بزاف هنا وزدت تخنقت كتار المهم بلات هنا بغيت غندير نجمع شوية داكشي راه مقيب بغيت غنجمع شوية الروينة نجمع الدنيا بحال هكا ونضرب واحد الشي طايبة هنايا ونجمع واحد اللعب ديال إسراء حتى هي دارت لي حالة بالألعاب ديالها صافي على ما كان هنا راه بغيت نستد الريحة ونهز هذا واحد هو اللي يكون كيدير شي فيديو تريح شوية والله الا كثرت لهم كضحك البنات صافي هذا ما كان البنات نوم هنا راني كنمسح في الطبيله حيت عليا الفيديو ما كيبينش هذا الشيء باش نبين لكم كل شيء ما بانش هادو الالعاب ديال الاسراء بغيت نجمعهم ليها لانها كدير لي الروينه بالالعاب باش نشوف ديك الشبيكه السيبوري كانت هرست لي ولا تقول شوف راه الاسراء كديرها كروسه المونيكا ديالها صافي هذا ما كان البنات نوم كنجمع اسراء كنجمع بحال هكا الروين سمحوا لي مريضه شويه البنات ممكن نجمع الروينه من الالعاب وداك الشيء جمعت كلشي داكشي كاع اللي كاع كان مرون ومخربق جمعت واحد البريكه راهي كاتبه ليا تما طارت ليا تما في الجبل تم الصراحه البنات هذا الروين كنا واحد الروينه ما نعاودش ليكم نحس راه مشرقه كلشي باين الحمد لله على كل حاجه ما شديوش على هذا الشيء ما شديوش عليه صافي هاد الالعاب جمعتهم كما كتشوفوا هنايا جمعتهم دابا ان شاء الله غنمشي نجيب الشطابه نشطب هاد الشيء مزيان مزيان قالت لي هنا اسراء ماما جات شي ريحه قلت لها اه قالت انا ماما ديري لي الريحه صافي جبت بنات الشطابه كنحيد من فوق هذاك الخبز اللي كدير اسراء وداك الشيء غنضربها ليا بواحد الشطيبه حتى هو مزيان الشطابه كنت غاسلاها ودرتها في الشميشه جابتها لي اسراء من الشميشه كانت الصراحه سخونه الشطابه دايما غسلها وحطها في الشميشه باش كاع دوك الجراثيم كيحيدوا منها انا فين ما لقيت شي لعبه صغيره كنلوحها في الشبيكه وبغيت صافي تبقى عندي الروينه هنايا صافي هذا بقى البنات المهم كنشطبها بشويه عليا عاد شموراها ان شاء الله غنمشي نطيب الغداء لاني غسلت الماعن ودايما انا واخا غسل الماعن كيبقاو تاني الروينه هي الروينه دايما عندي الروينه صافي هذا ما كان البنات المهم قلت لكم جمعت الروينه وجمعت هادشي كامل داك السد هذوك الصراحه سخين 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 ما نعاودش لكم شحال سخان سخون يا العافيه تخيلوا العافيه الماتش على النار كنشوف هنا وكانت الحراره دابا راه البنات كفوق مقطعني الحراره صافي هذا ما كان هنا راه كنرد هاد المخاد هنايا الصراحة خصهم يتصبنوا توسخوا وهاد الطبيلة غنحطها هنايا وداك الشيء سكتة إسراء كندير المونتاج صافي هذا مكان البنات المهم هنا راني إن شاء الله غادي ندور المهم باش المهم عاودتكم الدار هنا زعما راني جمعت الروينة وداك الشيء هنا راه ما عقلتش كنت كنشطب واقيلا برا ما مدورتش مشيت جبت الحوايج ديال الصابون من الحبل حطيتهم هنا تندير وغادي نصبنهم إن شاء الله هانتوما تلف تندير وغادي نشرهم إن شاء الله صافي هذا ما كان المهم البنات هنا راه إن شاء الله راه جبت الكرعين ديالي دوك ديال العيد ما تقولوا شريت الكرعين راهم غاليين خديت دوك ديال العيد غنطيبهم إن شاء الله لاحظتوا ملي كنمشي بحال هكا كتولي مظلمة كوكوط هنا راه ما عرفت بنتي شكون ضربها عاوتاني أنا راه دايما هذا هو المحاربة ديالي مع الدراري جبت البصيلة يا البنات المهم غنقطع إن شاء الله البصيلة ديالي ونقطع هنا راه ما عرفتش كنقول لها ما عرفتش شكون ضربها قلت لها اه ما شديتش عليا في هاد اللقطه هادي راه كنت معصبه راه شمرت لاحظت اني شمرت على بيجامتي شمرت على بيجامتي قلت لهم اليوم كيضربوا لي في بنتي وانا نشمر على البيجامه عرفتي شنو هو اللي جا كيضرب علي جا كيضرب علي جا كيعايره صافي هذا ما كان البنات اللي قلت لهم هذا قلت لها انا ضربيهم لانها ضربوها كيضربوا فيها كيضربوا فيها كيحقروا فيها بزاف صافي البنات هذا ما كان هنا المهم راني سمحوا لي البنات هاد اللقطه هادي ما عجبتنيش وانا ندير فيها النونوس بزاف صافي هذا ما كان البنات المهم حبست المونتاج تاع عاودت كلشي من الاول دائما انا ملي كنبغي نقاد شي حاجه كنوحل فيها قلت لكم البنات هنا المهم راني باغا نقي البصله وهو تنقيتها لتحت وبنتي المهم ما عرفتش كانت كتقول لي وانا نتلف راه ديما انا كنكون باغا ندير شي حاجه وكنتلف والله العظيم الله يثبتني على الشهاده يا ربي صافي هذا كان البنات لهم هذاك الزيف طويته بغيت نشره وبغيت نطيب هذيك بغيت نطيب داك الكرعين ما شديوش عليا شحال من ايد درت وشحال من ايموجي درت وشحال البنات ديال عشيرة ما نعاود لكم شي لا محمد رسول الله دابا راه كنت معصب وانا ملي كنتعصب كنشمر على حوايجي ما عقلتش شنو كانت قالت لي اسراء ندير وانا كنت معصبه وتشمرت على حوايجي صافي هذا ما كان كل ساعه تجي تقول لي حاجه ضحك تضحك والله لا اصلا تضحك اسراء صافي البنات انا كنقطع في البصله قطع في البصيله ديالي باش نطيب بها الكرعين اللي قلت لكم هذوك غير الكرعين ديال العيد اللي نطيب ماشي دوك الكرعين ديال البقر ولا شي حاجه ديال العيد طيبتهم وصافي هذا ما كان البنات ونتمنى الفيديو يعجبكم اليوم راه المهم خفيف ظريف البنات بزاف طلبوني قالوا لي ديرنا شي فيديوهات بحال هكا المهم تكوني كطيبي ولا شي حاجه وصافي هذا ما كان
وصافي البنات هنا قلت لكم كنقطع في البصيله باش ان شاء الله ضاف في الكرعين. وصافي دابا كنغادر مع العطريه، كندير مع العطريه البنات كامله، العطريه اللي عندي كامله درت معاه الزيت، لانه الكرعين ما كيكونش مزيد درت معاه الزيت. وانا اصلا الزيت مني ما كيكونش، ملي اللحم ما كنكترش الزيت، لان اصلا اللحم كيكون فيه يكون مدسم، والكرعين ما كيكونش فيه الزيت، راه خصني ندير فيه شويه زيدان غزه، نزيد شويه الزيت ماشي كيف العاده. صافي هنا البنات غنشرد ان شاء الله، نشرد انتما ما عتمالي انايا، نشرد للبنات البصله، نشرد البصله نشلد البصلة وندير العطرية والزيت وداكشي. اسرع اجي ناس كلشي خليني كنمونطي الفيديو، هنيني اسرع تنصاوب هاد الشكل اسرع. المهم البنات كيما قلت لكم غادي ان شاء الله نشلد هاد البصيلة هادي وندير العطرية كاملة، الملحة كلشي غادي نديرو ان شاء الله. وبقاو معايا البنات حتى لخر الفيديو، نتمنى يعجبكم، وراه اي حاجة كتبغي كندير بيها، النصائح ديالكم كلهم كندير بيهم. وانا هاد القناه البيض غير درتها ماشي انا اللي راحت، ما يمكنش ما طامعش اني نسترزق من الله دابا، لان باقي داك باقي طويل الحال، لانك انت غتفعل في القناه امتى شحال من حاجه، واني ولفت اني نروح الفيديوهات، ولفت اني نقرا لي كومونتير ديالكم، ولفت شحال من حاجه. المهم الحمد لله على كل حال، وربي اللي كيرزق، هذا هي الكلمه الوحيده اللي يمكن ندير، لان ربي كبير وربي عمرو يخيبنا، وبعد العسر يسر ان شاء الله. المهم باش درت شويه الخرقوم وشويه، المهم شويه الصفيره شويه الخرقوم عارف شويه العطريه كامله درتها. صافي هذا ما كان البنات، ونتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، راهو خفيف وزوين وظريف، ظريف بحال دونية انا ظريف بحالي، هتشوفوا التلفه شفت العاشق وبغيت نسد عليه هو طويل. شويه التحميره البنات، المهم كل شيء، شويه الزيت، شويه ديال الملحه، اي حاجه درت منها شويه، درت اي حاجه منها شويه. العطريه كامله ما بقيتش كنشوف ما نسيت شي حاجه، لا انا درت شويه ديال الزويته بغيت كندير في هذه القريعه هذه باش تبقى ليا بزاف، ماشي دار عبد العاطي هذه مش. المهم البنات ما تديوش عليا، راه كنبقى مونطي وكيداي مخص توقع شي حاجه. المهم البنات هنا راني درت الكوكوط كطيب شويه، درت فيها بعدا الكرعين هو الاول لانه كياخ الطياب، وموراها ان شاء الله ندير فوقو الحمص. المهم البنات هنايا راه المهم ان شاء الله غنتغدى انا واسراء، ومهم جا بحال هكا الصراحه كيجي بنين وطايب البنات، ما نعاودش لكم كيجي تبارك الله، وحقكم في الجنه ان شاء الله. ولا كنتي اختي جديده ديري ما تنساش انك تفعلي لي الجرس وتخلي لي شي كومونتير يكون زوين، والله يوقف معايا ويوقف معاكم ان شاء الله، ويوقف مع جميع المسلمين، راكم عزاز وغاليين. وما تنساوش لي البنات تفرجوا لي في الفيديو حتى الاخر، الله يجازيكم بخير.